بسم الله الرحمن الرحيم. الزملاء الأعزاء، النهاردة هنعرف ازاي ندخل على منصة لومودو وازاي نسجل عليها وازاي نعمل ننشئ الفصل بتاعنا وازاي نضيف الطلبة وازاي ناخد الكود اللي هو بديل الطلبة عشان يدخلوا لي على الفصل بتاعهم. بس قبل الكلام ده لازم نعرف حاجة، ان اودومودو دي منصة عالمية بينبثق منها منصة تانية اللي هي المنصة المصرية اودومودو برضو، ولكن الفرق بين الاتنين ان واحدة فيهم اسمها اودومودو دوت اورج والتانية اسمها اودومودو نيو اودومودو دوت كوم. علشان ادخل على المصرية لازم اكون مسجل من خلال العالمية. ازاي؟ اديها كمثال. مثلا احنا عندنا مدرسة العباسية الميكانيكية فيها قسم اللحام، قسم الكهرباء، قسم التشغيل. انا كوافد جديد على العباسية الميكانيكية مش هقدر اروح المكان اللي انا عايزه الا لما ادخل العباسية الميكانيكية نفسها، وبعد كده هم يدلوني او هسأل المدير، هسأل شون طلبة، هسأل شون عاملين على المكان اللي انا عايزه فيدلني عليه. لما اجي ادخل بعد كده مرة تانية يبقى انا هدخل على المكان اللي انا قصده على طول. دي نفس الفكرة، احنا في الاول بندخل على المنصة العالمية بنسجل من خلالها على المنصة المصرية، بعد كده بدخل على المنصة المصرية على طول. فندخل كده على جوجل وهنكتب فيه اللينك بتاع المنصة العالمية اللي هو edomodo.org. ماشي، انا علشان داخل عليه كذا مرة فما بيطلع لي فاضغط عليه هيدخلني على طول. هلاقي هنا في odomodo.org، بدوس عليها بيفتح لي الصفحة الترحيبية فيها شوية تعليمات، ادوات منصة مستجدات يريدها اولياء الامور. هنا بتعرف كل الطالب عايز ايه، المعلم عايز ايه، ولي الامر عايز ايه. اللي يهمني هنا في الحتة دي، شايفين الكلمة دي ابدأ بهتانة كده شكلها مش واضح قوي. ابدأ دي هي اللينك بتاع الدخول بتاعي من المنصة العالمية للمنصة المصرية، فانا هضغط على ابدأ دي. دخلني على المنصة المصرية، بيقول لي رسالة ترحيب تانية، مرحبا بك في اودومودو. هنا بقى هلاقي كلمة دكتور طارق شوقي والفيديو اللي عمله في المكتبة الالكترونية، في مجموعة حاجات هو بيوجهني ليها لو انا عايز ادخل عليها، في بنك المعرفة، في كل الحاجات دي. انا اللي يهمني هنا الجزئية دي. رقم اتنين هتلاقي عندك مكتوب اذهب الى اودومودو، اسم المستخدم الخاص بيك هو معرف البريد الالكتروني، كلمة المرور اللي هي ده الايميل والباسورد اللي احنا خدناه فاكرين الفيديو اللي فات من على صفحة الوزارة. طيب يبقى دول احنا قلنا بنسجلهم في ورقة وورد عندنا علشان هنحتاجهم بعد كده في الدخول. انا هضغط على كلمة اودومودو الزرقاء دي اللي تهمني، اضغط عليها هيفتح لي صفحة التسجيل. هنا بيقول لي يا اما هتدخل بايميل الاوفيس اللي معاك يا اما بايميل جوجل. طبعا انا مدرس فمعايا ايميل الاوفيس، ولكن ولي الامر هيدخل من خلال جوجل، يبقى انا هدخل من خلال المايكروسوفت اوفيس. بضغط عليها بيطلع لي خانة البريد الالكتروني وخانة الباسورد. طبعا انا محتفظ بالبريد الالكتروني، بس طبعا هنا انا مش هدخل بايميلي، انا داخل بايميل زميلنا حسين لان انا مسجل كل حاجة، فانا عايز اوري لكم التسجيل خطوة بخطوة من البداية. فطبعا حسين ايميله ده حاجة تخصه هو، فعشان كده انا هجيب الايميل والباسورد بتوعه. هعمل كوبي، هنسخ الايميل بتاع حسين وهروح على الصفحة تاني. انا كنت لما دخلت سجلته فهو خلاص اوريه متسجل عندي على الجهاز، فانا بضغط عليه او انت اول مرة تعمل بيست. هروح اجيب الباسورد اعلم عليه واقول له كوبي، واروح على الباسورد واقول له بيست واضغط ساين ان.
هنا هو هيدخلني على الصفحة بتاعتك على طول. انت دخلت بإيميلك وباسوردك، بيقول لك دخول جيد وبنجاح. هنا في حاجة شايفين الاسم حسين سمان، ده الاسم الاول والرابع، كلنا كده هتلاقي اسمك الاول والرابع، فعلشان محدش يقول ايه انا اسمي جاي غلط، لا هو ايميل الاوفيس معمول بالاسم الاول والرابع لكل مدرس. تلاقي تحتها اللوجو بتاع مدرسة العباسية، في كلمة ترحيب، كلمة بتاع الدكتور شوقي، يعني اقفلها مش عايزينها، هنضغط على كلمة العباسية الميكانيكية هتدخلني على صفحة المدرسة على طول. ادي اللوجو بتاع المدرسة عندنا هو ظاهر، وادي الصورة اللي احنا اخترناها كصورة للمدرسة، تمام. طبعا على الصفحة دي انا هلاقي كل الحاجات اللي هي تخص المدرسة ككل، يعني اسامينا كلنا مدرسين المدرسة كلهم بإيميلاتنا موجودة على صفحة المدرسة. في بقى لو عايز تعمل مناقشات، لو في احداث معينة المدرسة عايزة تكتبها، العنوان بتاع المدرسة موجود، فدي بيديرها مدير المدرسة ويديرها المسؤول اللي معاه. الصفحة دي هنا بيقول لك شارك افكارك مع المعلمين الاخرين، لو انت عايز عندك حاجة معينة عايز تسأل فيها، عايز تاخد رأي حد فيها، من خلال الكلمة دي انت ممكن تعملها. طيب احنا اللي يهمنا هنا ازاي بقى الفصل الدراسي بيتنشئ. هنا هلاقي كلمة فصلي الدراسي وجنبها تلات نقط، بضغط عليهم الاقي اول حاجة تطلع لي انشئ فصل دراسي، تاني حاجة عرض الفصول المرشفة. المرشفة دي اذا كان انا عندي فصل قبل كده، وانا كنت داخل قبل كده ومسجل فصل، والفصل ده خلاص نجح وطلع سنة تانية وهكذا، يبقى في الارشيف. طب انا ضغطت على انشئ فصل دراسي، فتح لي القائمة دي، بيقول لي اكتب اسم فصلك الدراسي. انا لما ضغطت شوف ظهرت عندي تانية رابع دي الفصل اللي انا كنت مسجله، لان انا بشتغل من على جهازي فبيطلعها لي. انت لسه ما عملتش اي حاجة فمش هيطلع لك حاجة، فبتكتب اسم فصلك، اولى خامس اولى سادس اولى عاشر وهكذا. حسين فصله تانية عاشر، فاحنا كتبنا تانية عاشر. بيقول لكم بوصف المجموعة، اوصف المجموعة بتاعتك. طب احنا الفصل ده تعليم مزدوج، فهنكتب تعليم مزدوج، تمام. الاقيه بيطلع لي قائمة تحت اهي، يقول لي اختار الصف. هنا يا جماعة عشان نبقى فاهمين، بس احنا لحد الفصل السادس مكتوب الصف السادس لحد ستة ابتدائي. طب اولى اعدادي اسمها السابع، تاني اعدادي التامن، تالت اعدادي التاسع وهكذا، يبقى اولى ثانوي هي العاشر، تانية ثانوي هي الحداشر، يبقى انا احنا في سنة تانية، الفصل ده سنة تانية، فعشان كده نختار الصف الحداشر، تمام. طيب هلاقيه هنا بيقول لي اختار الموضوع. اختار الموضوع، احنا تخصصاتنا مش هنلاقيها موجودة لان هم كانوا عاملينها لحد ستة ابتدائي، فانا هختار كلمة الكل. بيطلع لي اختار الموضوع الفرعي، طبعا مش هلاقي لي حاجة، فانا هختار مدرس فصل. هنا في ايقونة اهي للون بيقول لي تغيير اللون، لو ضغطت عليها هيطلع لي مجموعة من الالوان، المجموعة دي بختار احدد اي لون انا هختاره للفصل بتاعي، وبقول له انشاء، بيعمل لي الفصل بتاعي ويطلع لي اسمه باللون بتاعه. جايب لي رسالة ترحيبية، قال اهلا بك في تانية عاشر، ماذا بعد؟ نصب إضافة الطلاب لأنها الآن. طيب هنا بلاقي كلمة أضيف طلاب، استكشاف فصل دراسي أو أضيف طلاب، هضغط على أضيف طلاب. أضيف الطلبة بتوعي إزاي؟ أهو جايب لي الاسم الأول واسم العائلة. طيب الطالب مش هيفهم إن أنا هحط اسمه الأول واسمه الرابع، ف
فانا ممكن اكتب اسمه كامل، بس هكتب اسمه كامل ازاي؟ فهنشوف كده. هاجي عند رقم واحد هكتب مثلا انا طالب في الفصل ده، هكتب اسمي، انا اسمي يبقى اسمي علي واسم العائلة محمود، ولكن انا هكتب عايز اكتب اسمي بالكامل علي محمد خليل محمود، يبقى في الاسم الاول هكتب علي محمد وفي اسم العائلة هكتب خليل محمود، ماشي كده. يبقى انا كده لما اجي اظهر بعد كده الفصل بالاسامي وكده هيطلع لي الاسم بالكامل علي محمد خليل محمود. طبعا انا لو عندي البريد الالكتروني بتاع الطالب بضيفه، ولكن انا ما عنديش الايميلات بتاعته. هنا هنلاقي جايب لي من حد من اول واحد لحد ستة وبيقول لي اضيف طلاب. طب انا لو كتبت السادس اقول مثلا حسين، طب انا عندي الفصل 30 هكتب الباقي فين؟ انت بمجرد ما بتملى الخانات دي 1 2 3 4 5 6 بيظهر لك بعد كده رقم 7، كتبت 7 بيظهر لك 8، كتبت 8 بيظهر لك 9 وهكذا. طيب افرض انا كتبت الاولاني اهو زي ما انا كاتب كده، وهاجي اكتب اروح في السادس واكتب على طول، ماشي. لو انا كتبت في السادس على طول مش هيظهر لي السابع. ليه؟ لاني عندي خانات فوق فاضية، فهو عارف ان اللي مكتوب في الخانات دي هما 2 بس. فانا هكتب في السادس اهو حسين جاد الكريم، اصلح بس الاسم، وهكتب في العائلة الاسم الرابع اللي كان ليه اللي هو سمان. هو كده عارف ان موجود عندي. شوف كلمة اضف طلاب هلاقيها مش موجودة، علشان اظهرها تاني اروح اقف في اي خانة وادوس علي اضغط عليها بس كده كليك. يبقى احنا كده اللي موجود متسجلين في الفصل هنا 2، هو عارف ان اللي متسجلين 2 فيفتح لك السابع. ليه؟ انت ما عندكش غير 2، لكن لما هتملى الستة هيطلع لك السابع وهكذا. أو بمجرد ما ضغطت على بريد الكتروني او اي مكان تاني ظهر لي اضف طلاب، هضغط عليها بيقول لي لقد اضفت 2 طالب، لقد قمت بانشاء حساب ادومودو جديد ب2 طالب. بيقول لك هنا تنزيل واستمرار او استمر بدون تنزيل. انا ضغطت على تنزيل واستمرار هلاقيه هنا بينزل لي صفحة فيها الأسامي بتاعت الطلبة بتاعتي. طيب هنا هلاقي الطالبين بتوعي موجودين، وهنا في كلمة قصاد كل واحد مكتوب اتصل أو اتصال ولي الأمر. لو أنا ضغطت عليها بيفتح لي البريد الإلكتروني بتاع ولي الأمر. طب البريد ده هيظهر لي إمتى؟ لو ولي الأمر مسجل على المنصة وحاطط بريده الإلكتروني. طيب في سهم اسود صغير، لو انا ضغطت عليه السهم ده هلاقي مع بالاضافة للبريد الالكتروني هلاقي رقم الموبايل. ده امتى برضو؟ ده لو هو كان مسجل وضايف رقم الموبايل بتاعه، يعني ولي الامر بتاع حسين مثلا هنا اهو لو كاتب الايميل بتاعه يبقى هنلاقي الايميل موجود. طب مش كاتبه؟ لو ضغطت هنا وهو مسجل وكاتب التليفون بتاعه يبقى هلاقي التليفون، واحد من الاتنين هلاقيه موجود. امتى؟ لا في حال اذا كان ولي الامر مسجل نفسه على المنصة، ماشي كده. طيب انا قفلت الصفحة دي خلاص مش محتاجها. هنروح هنا هلاقي عرض كل الواجب الدراسي، الواجبات اللي انا بنزلها للطلبة اذا كنت منزلها. طبعا احنا لسه الصفحة جديدة ما عملناش فيها حاجة. اروح هنا كده هلاقي فصولك الدراسية. طبعا انا ما عنديش غير فصل تاني عاشر بالنسبة لحسين وباللون بتاعه اهو. هنا يا جماعة دي صورة البروفايل بتاعي. لو انا عايز احط صورة بضيف صورة هنا، وهقول لكم ازاي. هنا هو بيقول لي في مايكروسوفت اوفيس كان بي اكسد فروم هير ناو.
انت تقدر هتدخل على ايميل الاوفيس بتاعك اللي هو 365، لو انت عايز تدخل عليه تقدر تدخل عليه من هنا دلوقتي، ضاف لك الايقونه بتاعته، هلاقي فوقه الملف الشخصي، قم بدعوه معلمين، اتصالات وهكذا، وهلاقي تحت مايكروسوفت اوفيس، دي لو ضغطت عليها هيدخلك على الايميل بتاعك. عايز اخرج هدوس على خروج، بضغط على الملف الشخصي بيدخلني بقى على الصفحه بتاعتي اللي فيها بياناتي الشخصيه. شايفين الدايره اللي فيها رمز صوره دي؟ دي لو ضغطت عليها هيقول لي حمل صوره، ابلود فوتو. طيب هنا في اختيارين، في اختيارين، يا اما بحمل صوره شخصيه ليا يا اما بحمل صوره رمزيه. هو بيديني الاختيارين، بيجيب لي هو الصوره الرمزيه، ولكن الصورة الشخصية طبعا لازم انا بحملها من على الجهاز. طيب هنشوف بس تفتح. وهنا مديني صورتين اهو، بيقول لي دي اور دي، دي او دي. هنا دي الصورة الرمزية اهي، لو انا ضغطت عليها وقلت له اوكي خلاص بيعملها لي. طيب الصورة التانية دي هضغط الاقي تحت كده ابلود فوتو، اضغط عليها يفتح لي الجهاز عندي، اختار الصورة بتاعتي من اي مكان انا عايزه من الجهاز، مطرح ما هي موجودة هختارها، وبعد كده هدوس اوبن هيطلع لي الصورة بتاعتي. طيب بعد كده طالما طلعت الصورة بتاعتي هضغط اوكي، الاقي الصورة بتاعتي بقت في المكان ده. تمام. هنا بيقول لي اضف الموضوع وتقييم، لو انا عندي موضوع عايز اضيفه اضيفه. هنا عندي مدرسة العباسية، لو انا عايز ادخل على الصفحة بتاعتها تاني او ارجع لها في حاجة هدخل. هنا هلاقي تحت بقى مجموعة بيانات شخصية، اضف نبذة تعريفية عنك، انت بقى تكتب براحتك اللي انت عايز تكتبه، اهتماماتك ايه، ودي حاجات هتكون مرئية لك انت بس. اضف اهتمامات، إضافة خبرة ليك، سنوات خبرة عايز تقولها، عندك خبرة معينة في حاجة معينة عايز تقولها، مفيش مشاكل، كل دي هتبقى موجودة على صفحتك. هقول له إضافة خبرة، طيب بيقول لي ادخل اسم المدرسة أو المدينة أو الولاية أو الرمز البريدي أو البلد. طبعا هنا هنضيف إيه؟ اسم مدرستنا، مدرسة العباسية الثانوية الميكانيكية. هنلاحظ بس واحنا بنكتب، هنلاحظ حاجة، انت طول ما انا بكتب هو بيطلع لي اختيارات. اختيارات ايه؟ لا ده اختيارات حاجات موجودة متسجلة، يعني مدارس موجودة ومتسجلة. طبعا احنا عارفين لان هم كانوا عاملينها لحد ابتدائي بس، اعدادي اسف، فهتلاقي المدارس اللي موجودة عندي مدارس ابتدائي واعدادي فقط، او مدرسة العباسية، ما كملتش كلمة العباسية هلاقي بياخد لي لحد ما انا كتبت، يجيب لي بقى المدرسة المتسجلة لحد الحرف اللي انا كتبته. طيب انا كملت العباسية، هلاقي بقى مدرسة العباسية موجودة عندي، بس للأسف احنا كمدرسة ثانوي او تعليم فني ما احناش موجودين عليها، هنقول تعليم فني. ماشي، او هيقول لي انا كتبت مدرسة العباسية الثانوية ما فيش حاجة موجودة، لو كملت الميكانيكية مش هلاقي حاجة موجودة. انت بتكتبها عادي لان كده كده هي خلاص انت مسجل عليها وهي المدرسة متسجلة فهتظهر لك، مفيش داعي بقى يعني نخش في حتة لم تجد مدرستك والكلام ده، مش هتعمل لك حاجة. العنوان، بحط العنوان بتاع المدرسة، تاريخ البدء، ممكن هنا اكتب تاريخ التعيين، مش شرط يعني تاريخ وجودي في المدرسة العباسية، هكتب تاريخ التعيين. هنا الاهتمامات، لو عايز اضيف اهتمامات، هنا انا شلت اسم المدرسة، في خانات طلع لي عليها علامة حمراء، العلامات الحمراء دي معناها ان ده مطلوب، ده ايه؟ مطلوب. انا بكتب الاسم مش موجود مش مشكلة بسيبه، بس كل اللي مطلوب ده انا بكتبه. وفي النهاية أنا بنزل تحت
احمر يبقى لازم هحدده، هدوس تحت او بقفل الصفحة عشان دي حاجات حسين هو اللي هيكتبها. الروابط الاجتماعية، لو انت عندك عامل حساب على تويتر بتجيب اللينك بتاع الحساب بتاعك وتضيفه من خلال العلامة بتاعت تويتر، بدوس عليها بيفتح لي حتة زي البريد الالكتروني كده، بضيف عليها اللينك بتاعها. لو عندي حساب على لينكد ان او حساب على برزنتن برضو بضغط عليها وبضيفه. انت مش عايز تعمل دول مفيش مشكلة ما تعملهمش، يعني مش حاجة اساسية. يبقى احنا كده بنكتب في الصفحة دي حاجات تخصنا احنا، تخص كل واحد كل فرد. دي صفحتك الشخصية بتضيف فيها اللي انت عايزه، اللي يتراءى ليك. هنا اضيف جدول، لو انا عندي الجدول بتاع الفصل بتاعي ممكن اضيفه. هنا اضيف التعليم، هو هنا عايز الدرجة العلمية بتاعتي انا، هل انا حاصل على مدرسة ثانوية او حاصل على درجة عليا او حاصل على بكالوريوس، ايا كان الدرجة العلمية بتاعتي فانا بكتبها بختارها من هنا بتطلع لي. عنوان الدرجة العلمية بكتب اذا كان بكالوريوسية طلع لي هنا علوم هندسية وتربية لان انا كنت بسجلها كده. سنة التخرج بضغط وبختار السنة، سنة تخرجي، اسم المدرسة والمفروض اسم الجامعة اللي انت كنت فيها، وبضغط حفظ بيحفظ لي الكلام ده. يبقى كل الحاجات دي هرجع هلاقيها موجودة عندي، طالما انا كتبتها هلاقيها موجودة عندي على صفحتي الشخصية. احنا قلنا موضوع تحميل الصورة ده خلاص، طيب بدخل على الصفحة الرئيسية الاقي الفصل الدراسي بقى عندي مكتوب اهو تحت تاني عاشر باللون بتاعي اللي انا اخترته. لو ضغطت على الثلاث نقط قلنا في الفصول المؤرشفة دي اذا كان انا او لا يوجد فصول مؤرشفة. ليه؟ لان انا ما كان يعني احنا اول مرة نسجل، ما سجلناش قبل كده. لو كنا مسجلنا قبل كده يعني الفصل اللي معايا حاليا السنة الجاية يبقى فصل مؤرشف، هبعته للارشيف خلاص ما بقاش موجود معايا، يبقى لما اجي اضغط عليها هلاقيه. طيب هنا ادارة الصف بيديني صف الدراسي، انا عندي فصلي تاني عاشر عدد الطلبة اللي فيه واساميهم، لو عايز اضيف بقى فترات تقديرات دي بضيفها من خلال الضغط على علامة زائد دي، بدوس على تقدم على تقدم بيديني فصل الدراسي اهو تاني عاشر العلامة بتاعتي. لو انا عايز اضيف فصل جديد، لو انا عندي فصلين بقى عايز اضيف فصل جديد، شايفين على شمالها كده في انشاء صف جديد، ممكن اضغط عليها هتعمل لي فصل، بتفتح لي فصل جديد. طيب انا عندي فصلي تاني عاشر اضغط عليه هيفتح لي صفحة الفصل من خلال فصولك الدراسية. هنا هلاقي اسم الفصل واسم المدرس والصف الكام، وادي الرمز بتاع الدخول اللي انا هاخده وادي للطلبة، ده رمز فصل دراسي. بيقول لك هنا ضغطت عليه اهو بيفتح لي دي، بيقول لي شارك رمز الفصل الدراسي مع الطلاب والمعلمين الاخرين. طيب احنا هنروح ناخد الرمز ده ونضيفه على ورقة الورد نحفظه فيها اللي احنا كنا عاملينها مع الايميل والباسورد بتاعنا عشان بعد كده انا هديه للطلبة بتوعي. طب الكود ده يخص فصل حسين واحنا كلنا عرفناه كده، لا ده في امكانية ان هو يتغير. طب نفرض ان حسين مثلا جه يدخل على الفصل لقى في طلبة مش عنده مش في الفصل، يعني واحد طالب من عنده استهبل وادالي زميله وكده وزميله قام داخل معاه، لا انا ممكن اغير الرمز بعد كده بحيث ان كل دول يبقى معاهم الرمز مش شغال.
هنا بيقول لي شارك رابط بين طلابك ومعلميك. طب لنفرض انا كان حصل معايا ان عندي طالب مش متسجل، اسمه مش متسجل على المدرسة، تمام، وانا عايز اديله كود هو مش هيعرف يدخل. لا، انا ممكن اديله لينك، اللينك ده زيه زي زميل انا عايز ادخله معايا الفصل، يا اما هديله الكود يا اما هديله لينك يدخل بيه. بيقول لي ما تشاركش الرمز ده في الاماكن العامة او غير الامنة، ما اديهوش لاي حد. انا لو ضغطت على السهم الصغير اللي جنبه بيقول لي اعادة تعيين الرمز، اعادة تعيين الرمز، هلاقي تحتها كلمة تأمين فصل دراسي، اوعى تدوس عليها، لو دوست عليها هتقفل لك الفصل. بعد كده بعد انا ما اخلص ادوس تم، يبقى خلاص انا خلصت اللي انا عايزه. كده ادي الرمز موجود عندي اهو، يبقى كده احنا عرفنا ازاي نضيف الطلبة. هنا هلاقي علامة زائد اهي وثلاث نقط جنبها، مع كل حتة التلات نقط دي يا جماعة يعني جواها حاجات، اضغطت عليها هتديني اهو رابط الانضمام، الرابط ده اللي انا هاخده كوبي واروح احطه في ورقة الورد بتاعتنا، علشان لو انا عايز مدرس زميل يدخل معايا الفصل ده هدهوله يدخل بيه. طيب طالب لسه اسم مش موجود مش مسجل في المدرسة، هدهوله يدخل بيه على الفصل. طبعا واهم حاجة ان انا اسجل الطالب يعني. طيب احنا كده سجلنا، انا رايح فين بقى؟ باللينك بتاعي اهو، فتحت تابة جديدة وحطت اللينك اللي احنا قلنا بتاع المشاركة مع الزملاء، هنشوف هيفتح لنا ايه. اهو فتح لي تاني عاشر الفصل بتاع حسين اهو، يبقى انا دخلت من خلال اللينك ده لتاني عاشر، وادي اسم حسين وادي الرمز بتاعه، انا دخلت كده جوه الفصل بتاع حسين كمدرس مليش علاقة بالفصل، مجرد اني زميل لحسين وهيدخلني معاه الفصل ده اشوف حاجة اعلق على حاجة او اشرح حاجة ايا كان. يبقى انا من خلال اللينك اللي اداهولي انا ممكن ادخل الفصل، يبقى مش شرط الرمز بس او الكود بس اللي هو يدخلني الفصل، لا ده فيه الكود ده وفيه لينك انا ممكن ادخل بيه. اعتقد كده احنا عرفنا كل حاجة، يعني ازاي هنضيف الطلبة، ازاي ناخد الكود وندهولهم، ازاي هسجل على اودومودو. طيب بعد انا سجلت على اودومودو.org وخلصت وقفلت، طب لما اجي ادخل تاني يبقى هكتب في جوجل نيو اودومودو، شايفينها فوق مكتوبة اهي نيو اودومودو.com اللي انا فيها حاليا، انا دخلت من خلال المنصة العالمية على المنصة المصرية. يبقى انا لما هاجي ادخل بقى في المرة التانية زي ما قلنا هدخل على newodomodo.com. اهو هنشوف فتحنا تابة جديدة وهكتب newodomodo، هضغط برضو على كلمة ابدأ مع odomodo، جاب لي نفس رسالة الترحيب، برضو هضغط على odomodo الزرقاء اللي تحت وكده هيدخلني على الصفحة بتاعتي. اتمنى اكون قدرت اوفي الشرح معاكم، واتمنى ان تكونوا استفدتوا.